بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. رسالة دعوية جديدة من خلال مأدبة هذا البرنامج صباحنا مصري. ورسالتنا اليوم عن استثمار ليلة القدر. لا شك أننا نعيش هذا الزمان الشريف، وهي الأيام يعني تتسارع مقبلة على أن يذهب هذا الزمان الشريف. الله سبحانه وتعالى من علينا بفضل واسع من بين نفحات شهر رمضان هذه الليلة الكريمة، ليلة القدر. والقرآن الكريم حين تناول بالحديث ليلة القدر قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال بعض العلماء: إذا قال الله، أي في القرآن، وما أدراك فقد أدراك، أي فقد أعلمك ببعض من قيمة هذا الأمر الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. فما هي المعلومات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا عن ليلة القدر حتى نحسن استثمارها؟ قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي ذلك إشارة دقيقة إلى أن يوجه كل إنسان منا أنفاسه وطاقاته وقدراته وإمكاناته في كل عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن العمل في هذه الليلة هو أفضل من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. فعلينا أن ندرك وأن نستثمر هذه الليلة الكريمة بمزيد عمل نتقرب إلى الله عز وجل فيه. وليس المقصود هنا أن نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بالقيام وفقط، فهناك الذي لا يستطيع القيام بالصلاة. القيام، قيام ليلة القدر، هذا الأمر قد يكون بالصلاة، نعم، قد يكون بذكر الله عز وجل، قد يكون بتلاوة القرآن ومدرسته، قد يكون بالدعاء كما علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة: إن وافقت ليلة القدر أن تتوجه إلى ربها قائلة: اللهم إنك عفو حليم تحب العفو فاعف عني. إذن هذه الليلة الكريمة يستطيع كل إنسان منا أن يستثمرها بأي لون من ألوان العبادات، لا يشترط القيام أي الصلاة فقط، بل أي لون من العبادات. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. تتنزل الملائكة باستمرار، حتى إن هذه الليلة سميت بليلة الضيق لأنها تضيق بكثرة الملائكة التي تتنزل من السماء إلى الأرض. ماذا يفعلون؟ يصلون على كل قائم أو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى، يؤمنون على دعوات المؤمنين. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة سلام، فيها صناعة الخير، فيها صناعة الجمال، ليس فيها أي شر. فلنحسن استثمار هذه الليلة حتى نتحصل على الثواب الوفير. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.